أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أفضل الخلق وأشرف العباد، وخير من أعد الزاد ليوم المعاد، والجامع لخصال الخير والرشاد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واستنى بسنته ونهج منهاجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية السر والسلام، تحية الأمن والإيمان، تحية أهل الجنة في الجنان، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعدها من لحظات، وما أجملها من أوقات، ونحن نعيش في هذه الدقائق المعدودات في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة، سائلين الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يشملنا بتلك النفحات ويغمرنا بتلك الرحمات التي أخبرنا عنها نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. جوائز عظيمة أيها الإخوان للجالسين في مثل هذه الجلسات، فالعجب كل العجب ممن يفوت هذا الخير العظيم على نفسه. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أيها الإخوة المؤمنون، عندي سؤال أوجهه إلى نفسي، وأوجهه إلى الحاضرين، وإلى كل من يسمع هذا الصوت. لو أن أحدنا دعي وقيل له: المراد منك أن تحضر. لماذا أحضر؟ قال: هناك قسم، هناك قسم لتركة، يعني إنسان مات وترك أموال، ترك أموال كثيرة، خلف أموال، في هذا اليوم يحضر الورثة وتقسم بينهم تلك الأموال، وأنت تحضر معهم، يعني الحاضرون ينالهم شيء من الخيرات، ينالون شيئا من الخيرات، يحصلون على شيء من تلك الأموال ومن تلك القسم. من يرفض هذا العرض؟ هذا عرض كبير، حتى الإنسان لو كان عنده 1000 شغل يفرغ قلبه ذلك اليوم يصير يحضر مع هذا الجماعة. عرض كبير، عرض كبير أيها الإخوان. أبو هريرة رضوان الله عليه، وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين، جالسين في المسجد. ماذا يقولون؟ وفي أي شيء يتكلمون؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الكلام والحديث الذي كان يتحدث فيه أصحابه رضوان الله عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أصحابه عزين، يعني متفرقين، فوجد أصحابه عزين، ماذا يصنعون؟ يتذاكرون فنون العلم، يتذاكرون فنون العلم. فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن، فجلس إليهم ولم يقل شيء، فجلس إليهم فقال: بهذا أرسلني ربي. ثم قام إلى الثانية فوجدهم يذكرون الحلال والحرام، فجلس إليهم ولم يقل شيئا. ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه، فجلس إليهم كثيرا ثم قال: بهذا أمرني ربي.
قال الإمام جابر بن زيد: لأن التوحيد معرفة الله عز وجل، ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن. إذن هذا هو حديث صحابة رسول الله في المسجد. أبو هريرة دخل المسجد فوجد أصحاب رسول الله أو جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يذكرون ويتكلمون في مثل هذه الأمور التي ذكرها عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى السوق ووجد الناس مجتمعين في السوق، أعداد هائلة موجودة في السوق. يعني يقول إلى شغل وما إلى شغل موجود في السوق. بعض الناس ما إلى شغل في السوق وبعضهم قد يكون له عمل. فتعجب، تعجب من الناس، تعجب من الناس. يعني كم الإنسان عندما يجلس في مثل هذا المجلس في المسجد كم يحتاج من اللحظات؟ ربما تكون هذه المسألة مرة واحدة في الأسبوع 30 دقيقة. يعني تعدد كل يوم 24 ساعة، والساعة فيها كم؟ فيها 60 دقيقة. 60 دقيقة وعندك أسبوع كامل، يعني 30 دقيقة تنفقها من أسبوع كامل. لو حسبنا لوجدنا أن عدد الدقائق آلاف مؤلفة. يعني 30 دقيقة من ألوف مؤلفة من الدقائق ينفقها الإنسان، ينفقها الإنسان ويجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. هذا كثير على الإنسان؟ لا، ليس بكثير على الإنسان. ولكن يا للعجب، ما السر؟ ما هو السر الذي يجعل كثيرا من الناس ينفرون عن مثل هذه المجالس ولا يريدون أن يجلس فيها؟ كأن الواحد والله مخلاه على رأس صخرة عظيمة، صخرة عظيمة، ويريد هذه الصخرة العظيمة لا يحطها عن رأسه إلا بعد أن يخرج من المجلس، أو إلا بعد أن يخرج من المسجد. يا للعجب. ولكن في المقابل نجد هذا الشخص نفسه يجلس ساعات طوال في وقت الليل، وقالوا وقيل، وقالوا وقيل، وقالوا أن كذا وفعلوا كذا وتركوا كذا وتركوا كذا. الله أكبر، الله أكبر، أذان الفجر. كما حسن على يأذن بالفجر، هم جالسين الساعة 10 ولكن ما حسوا يأذن بالفجر. أبو هريرة تعجب، تعجب، يعني كيف الإنسان يفوت هذه اللحظات القليلات من عمره على نفسه مع المكاسب والمغانم العظيمة التي ينالها الإنسان. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال لهم أبو هريرة، صاح في الناس: أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس. إيش حاصل؟ هذا أبو هريرة يصيح في الناس، أكيد وراءه خبر عظيم. أيها الناس، ما لي أراكم غافلين جالسين في السوق؟ وتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم بالمسجد، وتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. السالفة فيها تركة، فيها أموال، نفر الناس. إيش ترك رسول الله من تركة حتى تقسم في المسجد؟ إذن لابد من الذهاب حتى نرى على الأقل، إن كنا لا نحصل على شيء على الأقل نرى، نرى هذا الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الناس صراعا بعد أن سمعوا هذه الكلمة من أبي هريرة ودخلوا المسجد. دخلوا المسجد ما شافوا هناك محضر متاع ومحضر أموال ومحضر عروض وتقسم في المسجد. أبو هريرة ماذا تقول؟ قلت لنا ما لكم غافلين وتركة رسول الله تقسم في المسجد؟ أين تركة رسول الله التي تقسم في المسجد؟ قال لهم: أما إن رسول الله ما ترك درهما ولا دينارا، وإنما ترك علما وشريعة، فمن انتفع به وأخذ منه بحظ كان قد أخذ بحظ من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم أيها الإخوة في جلوسكم هذا في مثل هذه الجلسات تنالون حظا، ويكون لكم نصيب من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نبيكم العظيم سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين ما ترك درهما ولا دينارا. هذا الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك لكم الكتاب العزيز، وترك لكم المنهاج العظيم، منهاجه صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ منه بحظ
من أخذ منه بحظ كان قد أخذ بحظ من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد العلماء ورثة الأنبياء. كيف العلماء ورثة الأنبياء؟ لأنهم أخذوا هذا ونالوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، قد يتعجب أحدنا، يعني ما فكرنا في يوم من الأيام لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر صاحبا، وخصوصا في الحادثة العظيمة وهي حادثة الهجرة. يعني المسألة فقط هذه مسألة اصطفاء، الاختيار من أين؟ وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم، حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله مصدرها رب العزة والجلال، مصدرها الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا اختار الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضوان الله عليه ليكون له صاحبا ووزيرا ومشيرا وقريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال كان الأحرى بكل واحد من لماذا أبو بكر؟ لماذا ما عمر؟ عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، الزبير، عثمان بن عفان، فلان وفلان وفلان من صحابة رسول الله، وإن كانوا قلة في ذلك الوقت قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعدادهم كانت يعني في العشرات، في المئات، إن بلغنا أعدادهم كانت في المئات. لكن اختار الله تبارك وتعالى لهذا الأمر العظيم أبا بكر الصديق، وذكره الله تبارك وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى في شأنه ذاكرا على وجه التلميح أبا بكر الصديق رضوان الله عليه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحدنا أيها الإخوان عندما يأتيه أمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له، يقول لك رسول الله افعل كذا، يقول لك الله على لسان نبيه افعل كذا اصنع كذا، يأتيه أمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون نفسية هذا الإنسان عندما يأتيه الأمر من قبل الله أو من قبل نبيه؟ ربما تتثاقل نفسه، وخصوصا إذا كانت المسألة عظيمة على النفس ما كانت قد تعودتها، مخاطرة كبيرة. أيها الإخوان، أبو بكر الصديق يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هاجرة النهار ويقرع عليه باب بيته ويدخل عليه في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعود أن يذهب فيه إلى أبي بكر الصديق، يدخل عليه ويقول: إن الله تبارك وتعالى قد أذن لي بالهجرة وجعلك لي صاحبا. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يبكي. لماذا يبكي؟ خائف؟ المسألة صعبة؟ مسألة عظيمة قد يعرض نفسه للقتل؟ كلا والله، يبكي فرحا باختيار الله تبارك وتعالى له ليتولى هذا الأمر العظيم وليكون صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أذكرني الله لك أو أسماني الله لك؟ قال له: نعم. اختيار من قبل الله تبارك وتعالى واصطفاء. ولكن ننظر إلى تضحية أبي بكر في سبيل نصرة هذا الدين. أبو بكر كان تاجرا، كان صاحب أموال،
كان مسموع الكلمة، كان وجيها في قومه، ولكن كل ذلك ذهب عند إيمانه وتصديقه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بكل ذلك. خرج أبو بكر وأعد راحلتين، راحلة له وراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم الراحلة لرسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكم اشتريتها؟ قال: هي لك يا رسول الله، انفاق في سبيل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هي بثمنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن تتضاعف أجوره وتتزايد مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، وإن كان قد غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله ما قال أنا نبي وأنا رسول، خلاص ما أحتاج إلى أجور، لا أحتاج إلى حسنات، لا أحتاج إلى مضاعفة درجات، كلا والله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترقى في درجات الجمال كما يحصل ذلك لغيره من العالمين، وإن كانت منازله فوق العالمين. ذهب أبو بكر الصديق وخرج. أبو بكر الصديق أخذ الأموال، عند 6000 درهم، هذه الأموال التي يمتلكها. طيب يا أبا بكر، عندك أبوك وعندك أمك وعندك أولادك ذكور وإناث، ماذا تركت له؟ أبو قحافة والد أبي بكر الصديق عندما عرف بأن أبا بكر قد خرج، أول سؤال يسأل عنه، يغضب أبوه وكان ضريرا لا يسر، يغضب. أول سؤال سأله، قالوا له ذهب، قال: ذهب، وماذا ترك لعيالي؟ أنا إنسان عور ما أشوف، ما أستطيع أشتغل شيء، ولا أستطيع أن أوفر لهم أموال، إيش ترك هذا الإنسان لأولاده؟ يخرج مع محمد ويترك أولاده؟ إيش ترك لهم من أموال؟ ماذا ترك لهم من قوت؟ لمن يتركهم لي؟ أنا لا أستطيع أن أعمل، ولا أستطيع أن أوفر درهما واحدا، أنا أحتاج إلى من يقوم علي وعلى شؤوني. وغضب، لكن تتصرف إحدى بنات أبي بكر الصديق رضوان الله عليها، لأن الآب إذا بقي على هذه الحال يزعق ويصيح وذهب وما ترك لأولاده شيء. عرفت قريش، إذن أبو بكر ذهب، يأتونه الناس يسألونه متى غاب، متى ذهب، ومن هناك يقدرون المسافة التي كانوا قطعوها، وبإمكانهم أن يتوصلوا بذلك إلى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه صاحبه العظيم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. ماذا نعمل؟ بنت أبي بكر الصديق، ماذا نعمل؟ كيف نسكت هذا الإنسان؟ ماذا نصنع به؟ ماذا نصنع به؟ بالفعل يعني أبو بكر ما ترك لهم شيئا من الأموال، تركهم لله ولرسوله، وقد وقع له هذا الموقف بعد ذلك. ولذلك هذا الرجل ما سبق أبدا، ما سبقه أحد من الناس، أبو بكر الصديق ما سبقه أحد من الناس أبدا في التضحيات التي قدمها، فكانت منزلته بعد منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات قال عمر: والله اليوم أسب، لا بد، هذا الإنسان ما جاء في يوم من الأيام سبقنا، على الأقل في هذه المرة أسبقه. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه جاء إلى أمواله وقسمها إلى قسمين، قال: هذه الفعلة ما حدا يفعل غيره، أي قسم ماله قسمين، قسم أمواله قسمين، قسم قال نتركه للعيال، وقسم نأخذه ونقدمه تضحيات في سبيل الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، وهو يظن أنه في هذه المرة يسبق أبا بكر الصديق رضوان الله عليه. وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه الأموال، أموال كثيرة عندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا تركت لأهلي؟ قال: تركت لهم نصف مالي. طيب، بدل هذا النصف أكيد نصف كثير، نصف مالي يكفيه. بعد ذلك عمر بقي ينتظر، قال: ننتظر أبو بكر حتى يأتي، غير نصف. شوف هذه المرة سابقين، أبو بكر يأتي الثاني في هذه المرة، مسارعة، لأنهم علموا معنى قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. هذا هو العمل الذي يقربني ويقربك إلى الجنان، كما قرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعون معاني هذه الآيات ويفهمونها حق الفهم. جاء أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فوضع صدقته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ماشي، من حيث الظاهر من حيث الأموال لا، ولكن تركت لهم الله ورسوله. والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن كان الله تبارك وتعالى معه فلا يمكن أن يخسر بأي حال من الأحوال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أبو بكر ما سبق، ولذلك استحق هذه المنزلة. هذه البنت أرادت أن تكف شر هذا الرجل، شر جدها، لأنه سيعرف الناس بأن رسول الله قد خرج، وخرج أبو بكر. ماذا فعلت؟ ذهبت وأخذت كيس، يعني في الأصل توضع في أموال، وجاءت ذهبت إلى الخالي وجمعت حجارة صغيرة ووضعتها في ذلك الكيس، وتركتها في نفس المكان الذي كان يترك فيه أبو بكر الأموال، معروف المكان الذي يترك فيه أبو بكر الأموال. قالت له وهو جالس يصيح في الخالي، قالت له: لماذا؟ ايش عندك؟ قال: ماذا ترك لأولادي؟ ماذا ترك لعيالي؟ أنا لا أستطيع أن أعمل، لا أستطيع أن أقدم شيء. قالت له: لا، ترك لنا أموال. قال: تركتكم أموال؟ هي هذه الفائدة، عدوهم علي وحفظ سيريري. ترك لكم أموال، ما شيء إشكال. هو مباشرة ما سأل عن الرجل وتصيبه مكاره، لا، أموال. قال لها: طيب، هين هذه الأموال التي تركتها؟ أخذته تقول وسار في نفس المكان الذي كان يضع فيه أبو بكر أمواله، فجعلت يده في ذلك الكيس، فأخذ يتحسس الكيس. صحيح، موجودة أموال، خلاص يصير ما دام الأموال موجودة، تكفيني وتكفيك. تضحية بنفسي وتضحية بمالي وتضحية بأسرتي، وربى أسرته على هذه التضحية في سبيل الإسلام. والسؤال الذي أوجهه لي ولكم وإلى كل من يسمع: هل خسر أبو بكر الصديق رضوان الله عليه؟ من يقول بأن أبو بكر كان رجلا فاشلا، كان رجلا خاسرا؟ لو كان أبو بكر خاسرا لما بقي ذكره إلى يومنا هذا. هذا كلام مضى عليه 1432 عاما، لأن هذا الكلام كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك تمضي هذه القرون 14 قرن، وأبو بكر باق ذكره إلى يومنا هذا، يذكر في كل وقت وفي كل حين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر معه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. تضحية في سبيل الإسلام، ما خسر معها أبدا بأي حال من الأحوال. ما خسر معها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الإسلام أيها الإخوان، مع كثرة الظروف وكثرة الأمور التي كانت تحيط به، ما انتشر وما شع شعاعه إلا بأمثال هذه الرجال: أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وعمر، وفلان 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 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثر. الأمة تحتاج أن يربى أبناؤها، أن يربى أولادها ذكورهم وإناثهم مثل هذه التربية، يحتاجون إلى مثل هذه التربية.
أن يربى على نفس التربية التي تربى عليها أبو بكر، وتربى عليها عمر، وتربى عليها فلان وفلان 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 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال، يعني نفس المادة التي قامت بها حضارة الإسلام، المادة التي قامت بها الحضارة الإنسان، حضارة الإسلام، المادة التي قامت بها حضارة الإنسان الإسلام هي الإنسان. هذه المادة موجودة في يومنا هذا، هذا الإنسان موجود، الإنسان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود على عهدنا. وهؤلاء الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهم هذا النفع، ولم يحصل منهم ذلك الأمر، ولم يحصل منهم ذلك الرقي، ولم تحصل منهم تلك العزة. ذلك الأمر متى حصل؟ حصل ذلك الأمر بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم وأذكى الهمم في قلوبهم، وأذكى الهمم في قلوبهم. يا إخوة، نحن نتحدث عن فلان وفلان وفلان، ونذكر فلانا وفلانا وفلانا، وأحدنا يتفاخر أنه يذكر فلانا أو يعرف سيرة فلان، ولا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف شيئا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظام الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وكان لهم الفضل في وصول الإسلام إلينا، كان لهم الفضل في حياتنا، لأن الإسلام حياة أيها الإخوان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نحتاج إلى مثل هذا الأمر؟ لا نعرف شيئا عن أبي بكر، لا نعرف شيئا عن عمر، لا نعرف شيئا عن صحابة رسول الله، لا نعرف شيئا عن التابعين الذين جاهدوا وساروا في نفس الطريق، الإمام جابر والإمام أبو عبيدة والإمام الربيع وفلان 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 من أئمة المسلمين وأئمة العلم، لا نعرف شيئا عنهم. ولذلك أصبح الذهن مستعدا لتلقي ما يأتي من قبل الخارج. والله هذا فلان ينظر إلى القناة الفلانية ويروح يدخل لك الإنترنت ويأخذ منه ويحشو ذهنه بما فيه من الغث والسمين إلا ما رحم ربه. نحتاج إلى هذه السير، ونحتاج إلى هذه الأفعال، ونحتاج إلى هذه الأمثلة نربي عليها أنفسنا ونربي عليها أولادنا. ووالله الذي لا إله إلا هو، كما أن أبا بكر وفلانا وفلانا وفلان من صحابة رسول الله قد نجحوا، والدليل على ذلك بقاء أسمائهم إلى يومنا هذا. والله الذي لا إله إلا هو، من سلك هذا الطريق وسار هذا المنهاج لا شك أنه موفق، والتوفيق سائر بين يديه لوعد الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. إذا كان الله معي ومعك فماذا نريد بعد ذلك؟ من ذا الذي يستطيع أن يقف أمام قوة الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يستطيع أن يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يستطيع أن يقف أمام قهر الله تبارك وتعالى؟ ولكن ضعف اليقين أيها الإخوان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقولون
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الأخ، أيها الأخ المسلم، لا بد من السير في هذا المنهج. نحن خلقنا لهذا الأمر، هذا هو الهدف من خلقه. خلقنا الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة فرضت علينا لنحيا سعداء، وإلا فالله تبارك وتعالى غني عن عباداتنا، عن صلواتنا، عن زكواتنا، عن صيامنا. ولذلك في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كان جميع الخلق من جنهم وإنسهم وأوائلهم وأواخرهم تقى صالحين مطيعين لله تبارك وتعالى، تلك التقوى وتلك الطاعة وذلك الانقياد لا يزيد في ملك الله شيئا. هذه مسألة مصلحتها راجعة إلينا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وكذلك أيضا لو كان الناس، لو كان الخلق من جنهم وإنسهم وأوائلهم وأواخرهم والعياذ بالله عصاة متمردين على الله، مستكبرين عن طاعته، بعيدين كل البعد عن شرعه، ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هذه العبادة التي فرضت علينا إنما فرضت علينا لنحيا سعداء، وتحصل لنا السكينة والطمأنينة والحياة الطيبة والحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، مليارات من المخلوقات، مليارات من المخلوقات، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط هذه الإبرة، لو أن إنسان أدخلها في البحر ثم أخرجها، هل تحمل معها شيئا من الماء؟ لا، لا تحمل معها شيئا من الماء، لا تحمل معها شيئا من. كذلك لو قام جميع الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم فسألوا الله فأعطى كل واحد المسألة ما نقص. ولذلك لماذا لا نسأل الله إذن؟ لماذا لا نتوجه إلى الله؟ لماذا لا يكون يقيننا بالله تبارك وتعالى قويا؟ لماذا لا نكون مع الله في كل وقت وفي كل حين؟ هذه الدعوة لا بد من توجيهها إلى أنفسنا، وتوجيهها إلى أهلنا وقرابتنا، وإلى كل من يصله الخير منا، لنكون مأجورين بذلك في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويسارعون في الخيرات أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويمن علينا بالخاتمة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا ومن علينا بطاعتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد ذرياتنا وأزواجنا وقرابتنا وجيراننا. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا.
جميلا. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سوابق الشقى ونسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوابق الشقى ونسألك حسن الخاتمة. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد. اللهم احشرنا تحت لوائه المعقول واسقنا من حوضه المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واجعلنا بالقرآن عاملين ولنبينا متبعين وعلى الصراط المستقيمين وعن الباطل مائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبيات قلائل الوعظ. أبني أبينا نحن أهل منازل أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين وما بقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين وما بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين وما بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق حتى ثوى فحواه لحد ضيق حتى ثوى فحواه لحد ضيق.